برافو عليك. طيب بعد ما وصلتوا كاس العالم ولعبتوا في كاس العالم، كانت الامال معقوده اكتر على المنتخب ان هو يعمل مباريات افضل من اللي عملها؟ احنا اول ماتش اوروجواي ما كانش فيه توفيق، دخل فينا الجون في الدقيقه 95 مش عارف ولا في الدقيقه كام، في الاخر في الاخر خالص. ماتش روسيا الشوط الاول احنا ماسكين روسيا، ماسكينهم اللي هو بمعنى الكوره مقطعينهم. جينا الشوط الثاني ما تعرفش اللي حصل، 3-0. ماتش السعوديه الشوط الاول كسبانين ومبهدلين الدنيا، الشوط الثاني ما تعرفش اللي حصل. هل كان بالفعل الوقت ده في خلافات ما بين لعيبه المنتخب زي ما كان بيتقال او الكلام ده؟ للاسف ما فيش اي حاجه خالص من الكلام ده، وظلمونا، قالوا فيهم مش عارف مين ممثلين ممثلين وقصص صوروا وما فيش الكلام ده خالص. احنا الاوتيل كان احنا كنا قاعدين في الشيشان اصلا، احنا كنا قاعدين في مكان ما معناش حد. الاوتيل ده قبل المنتخب، قبل المنتخب، قبل المباريات. لا يعني في المباريات كمان؟ كنا بنروح البلد هنلعب فيها قبل الماتش بيوم، نروح نبات نلعب ونخلص ونسافر تاني. ما كانش معانا حد، كان الناس اللي كانت معانا موجوده وقتها اتحاد الكوره ما عملوش حاجه. الناس يعني هي الخساره، الخساره بتجيب بقى كل حاجه، بتجيب حلويات حواليها بقى. كل حاجه